أختي، أتسمعين ما يحدث في هذا العالم؟ أتسمعين عن شام وقدس؟ أتسمعين عن استشهاد طفل؟ أتسمعين؟ أتدرين كم أصبح هذا العالم مخيفا؟ كل يوم نسمع خبر وفاة، هذا توفي بمرض، وذاك عن غدر، وذاك استشهد، وذاك نام ولم يستيقظ، وذاك كان ماشيا وسقط. جميعهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم ورحلوا. أختي، العمر ليس بيدك، فالآن أثيقي من غفلتك. أختي، أخبريني ما الذي يمنعك عن الصلاة؟ ما الذي يمنعك؟ انظري إلى ذلك الذي على الكرسي يصلي، وانظري ذاك العجوز يصلي، وانظري ذاك المريض يصلي. أنت التي في أتم الصحة والعافية لا تصلين؟ عن قراءة القرآن ماذا يمنعك؟ عن ذكر الله ما يمنعك؟ عن الصدقة ما يمنعك؟ ليست صدقة المال فقط، ابتسمي، فقط ابتسمي، فإنها صدقة. يا لجمال هذا الدين، بابتسامة صدقة. أي دين أعظم من هذا؟ أميطي أذى عن الطريق، فإنها صدقة. كلمة طيبة لمن تحبين، فإنها صدقة. تستطيعين أن تتصدقي عن جميع مفاصلك، 360 مفصل فقط، بركعتان بعد طلوع الشمس، ركعتان الضحى. أتعجزين عن هذا؟ عن قول الباقيات الصالحات ما يمنعك؟ بربك، ألا يقشعر بدنك ويخشع ذهنك وتفكيرك عندما تقرأين قول الله تعالى: اقتربت الساعة؟ أختي، أثيقي، فوالله لن ينفعك لا مال ولا عيال ولا غناء ذاك يوم. بربك أختي، أهذا الغناء سينفعك وينجيك؟ لا، وربي لن ينفع. أختي، أرجوك أثيقي من غفلتك، جهزي العدة لسفر ليس له رجوع. اختاري الدين أو اللادين، فحمق ألا تختاري. اعملي لدار السلام، وابتعدي عن الحرام، فما الحياة سوى أحلام؟ فلا يشغلك هذا الإعلام. قولي لي بربك، أيوجد شيء أجمل من الإسلام؟ فريق الجنان التطوعي، إلقاء براء الحسن.